قاجرية بالطبع جبنا ورقم دو كنا نحكيو في الأوف ماندا بصراحة الرقم هذا فاتني شنو حميد الرقم لا والمصيبة مش هذية والله توا أشوف أنه الملاعب هذايا محقق رقم إلى حد الآن يعني شرف كرة قدم تونسية لقنا احنا توا الناس كل معناها والخزري وما الخزري لحظة حميدة لحظة احنا كنا توا باش نرجعوا باش نحكيوا على ماتشوات اليوم في الكوب دي موند عملت هكا عملت بي ديفياسيون انت خويا قلت لي لحظة لو الخزري الاول في لي باس ديسيزيف دي كيفاش خلنا على السيت نتاع الفيفا وشفنا لي باس ديسيزيف عطينا خويا كيفاش هذايا سيدي شوف هو الخزري الباس ديسيزيف اش معناها باس ديسيزيف يعني تمريرات حاسمة تمريرات حاسمة اللي تجيب اهداف اللي تجيب الاهداف هكا ولا الخزري في عنده لي باس عنده بون لعب ثلاث مقابلات والعمليه معناها الاحصاء اللي صار على اربع مباريات معناها الجوله الاخيره هذه الاخرانيه الدور ثم النهائي اللي تلعب اللي نتاع الجوله الاولى اللي لعبت فيها فرنسا والارجنتين ولعب فيها البرتغال وليراغواي داخله في بيان سور داخله في موجوده في الديكونت داخله بيان سور دونك هنا الخزري نلقاوه افضل باسور في الملاعبيه ويتقدم على ملاعبيه كبار كيقولوا انا يتقدم على ميسي وبانيغا وكينتيرو وكينتيرو وش اسمه وتيليمانس نتاع يعني شوف هذايا يعني شرف كبير وتشريف لكره القدم التونسيه هذوما الارقام الايجابيه اللي نجموا نبنيوا عليها وهذا يشوف يا يأكد على أنه اللاعب هذا عمره ما كان لاعب هجومي كبونتا رأس حربة هذا اللاعب دوره ما عندها الأرقام هذي كان تصوره كان العكاش موجود في المنتخب ولا حمدي الحربي نتصور ما تنجمش سير لا مش ما تنجمش تصير ينجم يا ولا تزيد تدعم أكثر ينجم العكاش يكون لا هو باش نقول لك وقت اللي نحكيو على لي باس ديسيزيف مش تا بوست تاع اتاكون اي جوستومون هذاك عليه تاع بوست تحت لاتاك خاطر هو وقتها تاع 9.5 تاع 9.5 وباش يمرر الكره يعني باس ديسيزيف يعني مش شي يتقبلها هو الكره هو شي يمرر الكره دونك هنا مرر الكور حاسمه في موقع اللي يحبه وهبي الخزري واللي احببنا ام كرهنا هو البوست الاصلي نتاع وهبي الخزري خاطر وهبي الخزري عمره ما كان مهاجم صريح واحنا في المنتخب الوطني التونسي يلعب مهاجم صريح ما عندناش نحن مهاجم صريح في المنتخب الوطني انا هنا اش نقول لو تصور معناها انت كانت راهو شو ارقام راهي عندها دلالات هذه لو انه عندنا مهاجم صريح في المنتخب يبان راهو الخزري اكثر من هكا باس ديسيزيف خاطر هو يلعب مش في بوست نتاعه وعمل Il a été élu comme le premier passeur في جميع المنتخبات هو الأول. Alors que quand j'ai la poste d'au l'asli, je t'entends أكثر passer. Donc فهمتني شنو؟ أي في البوست نتاعو هو الأصلي معناتها مش 9.5 وقت وكان جاي يلعب 9.5 أي مش بونت راهو جاب راهو بعيد صعب فرق بعيد البوست نتاعو الأصلي اللي هو ماهوش بونت معلول يلعب في بونت بونتا هو حتى في الفريق نتاعه بارفوا يلعبون تقاعد اما شوف احنا النقاط هذه ربما ما ركزناش عليها برشا ما اعتمدناهاش برشا خاطر راهو لي ستاتستيك لا انا ما فهمتنيش يا حميد انا حبيت نقول لك اللي العكس راهو ما يصيرش مثلا انت تو تجيب العكايشي وتحطه يلعب في البوست نتاع 9.5 فهمت ما نتصورش كان ينجم يعمل الارقام اللي عملها وهبي الخزري طبيعي لانه راهو ريجيسور البوست ريجيسور ولا 9.5 اي فوالا عنده خصائصه ما ينجمش كل ملاعب يلعب في البوست هذا لازم ملاعب يكون عنده كلير فويونس لازم ملاعب يشوف الميدان منيح لازم الملاعب معناها يعرف تحركات اصحابه كيفاش يعطي وقتاش يعطي الباس التايمينغ الصحيح نتاع التمريره وين يعطيها شوف فما كالكول دي طون دو لاسباس اي دي كورس نتاع اصحابو الكل تصور فاكتور هذوما معناها سو سون تروا فاكتور اللي ما نتصور هذوما يعني سي 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 عمليه كومبليكي برشا وما ينجم يحل العمليه هذه كان ملاعبي يكون عنده الخصائص نتاع ريجيسور تاع 9.5 دابور لازم يكون عنده لاعب مهاري عنده فنيات كبيره
ويقدر يلعب بالرجل اليمنى ويقدر يلعب بالرجل اليسرى، خاطر العمليه مرتبطه بالوقت راه. وهي شنية التمريره؟ التمريره راه الا كان انت فوتها ثانيه صي. وهيك علاش نحكيه على التايمينج. التايمينج هام وهام جدا في الكرات كما هذية، ودور الريجيسور دور كبير خاصة في المنتخبات اللي تلعب المهاجمة المركزة. لا تك بلاسي مع لا تك بلاسي يبدأ عنده الريجيسور يستغل لك السرعة متاع ليزاتاكون، وكل يطلب الكرة في ظهر المدافعين، التمرير والتايمينج صحيح معناها ينجح برشا في 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 مهمته. هذاك علاش لاعب كيما العكايشي ما ينجمش يكون جوست سيرتينمون. هذاك علاش احنا عندنا في المنتخب ما عندناش برشا ملاعبيه، عندنا وهبي الخزري، عندنا يوسف المساكني، يوسف المصاب يوسف المساكني يقوم بالدور هذا، عندنا انيس البدري ينجم شويه، عندنا سليتي ينجم يقوم بالدور هذايا تقريبا هالرباعي هذايا. معنا كي نجي انا نصنفهم نقول لك يوسف المساكني الخزري ثم البدري ثم بليتو سليتي ثم البدري يعني هذوما تقريبا ينجموا يلعبوا في البوست هذا. به ماتشوات اليوم حبايدة، بعد شوية بلعب المباراة. هذا صحيح، هذا هو صحيح توا، هذا الفريق منتخب الدار كما نقولوا، منتخب الأرض، منتخب الأرض والجمهور، المنتخب الروسي، تيران كامل كومبلي نشوفه كان في الأعلام الروسية في ملعب لوجينيكي في موسكو، هذا ملعب الخاص بالمنتخب الروسي كما ساد دو فرانس في باري، هذا الملعب الخاص بالمنتخب الروسي. بعد شوية باش ينطلق لقاء الدور الثمني النهائي بين المنتخب الروسي والمنتخب الإسباني. بطل نسخة 2010 المنتخب الإسباني كما قلنا في مواجهة المنتخب الروسي بإدارة الحكم الهولندي بيرون كويبرز. نعطيك معلومة، آخر ثم النهائي لعبوا أو لعبته روسيا يرجع لتاريخ نهائيات مونديال 86 في المكسيك، بالضبط نهار 15 جوان 86، وقتها روسيا تلعب تحت راية الاتحاد السوفيتي اليو ار اس اس اللي انهزم وقتها ضد بلجيكا 4-3. بالنسبه لتوقعاتك حميده للمباراه، نتيجه المباراه هذه المنتخب الروسي والمنتخب الاسباني، المنتخب الروسي بنجمه دينيس تشيريتشيف اللي البارح كان هو اكثر لاعب اعطى تصريحات في الكونفرنس دو بريس، اعطى تصريحات حتى اكثر من مدرب المنتخب الروسي مقابل فريق اسباني خلينا نقولوا متكامل، الذي هي تشكيله فرناندو ايرو تقريبا ماهيش باش تكون مختلفه على سابق التشكيل. لكن منتخب عرف صعوبات كبيره باش تعدى الدور الاول، وشفنا صمود منتخب المغربي الشقيق معاه وكان منتصر عليه الى معناها حتى الدقائق الاخيره يعني من اللقاء، كان معناها المنتخب الروسي تقييمك ليه فنيا؟ منتخب الروسي شوف منتخب انا نشوفه منتخب متوسط فني فنيا، نشوفه منتخب متوسط، انا نشوفه منتخب وظهر تحقيقته مع منتخب الاوروغواي فوالا، انا نشوفه منتخب متوضع حميد راه اللي فاكتور اللي انهزم ثلاثة بشيء، راه الفاكتور بتاع الارض والجمهور مهم جدا. اي داكور، ما شوف راهو ارض وجمهور لكن فما حقيقه نتاع ميدان زاد بيان شور، فما ميدان ودليل على ذلك هو معناها شفناه انهار امام منتخب الاوروغواي يعني هزيمة ثقيلة 3-0 ما أنت يعني منظم الدورة وجاي يعني من زوز انتصارات ثم يعني تنهزم مع فريق الأوروغواي، خاصة كان المحور أنه مداره أنه طلعة ترتيب المجموعة، جي تنهزم 3-0 من المفروض المردود يكون أكثر تصاعدي. ماريناش المنتخب الروسي تقريبا الأوروغواي كان في طريق يعني عندهم لاعب برك عملوا عليه برشا اللي هو دينيس تشيريتشيف، هو النجم نتاعهم نجم المنتخب الروسي اللي مسجل 3 أهداف الى حد الان، هو ثالث ترتيب الهدافين شوف بعد روميلو لوكاكو رونالدو. ما ينجمش يكون كريتير علاش؟ خاطر اللي سجلهم مع منتخب مصر ومنتخب السعوديه دونك ما ينجمش يكون كريتير دونك هنا
تو المستوى الحقيقي تاع منتخب الروسي باش يظهر في المواجهه هذه. اي انكور على خاطر المواجهه هذه جابته مع اسبانيا. المنتخب الاسباني زاد الى حد الان راهو يبحث عن توازنه بصراحه. شفناه في دور المجموعه ما ريناش منتخب اسباني بالحجم اللي نعرفوه. خلينا نعطي تشكيله المنتخب الاسباني في المباراه هذيا. دونك ديخيا في حراسه المرمى، ثنائي دفاع كالعاده راموس وبيكي، على اليسار البا، على اليمين ناتشو، قدامهم بوسكيتس وكوكي لاعب اتلتيكو مدريد، ثلاثي التنشيط الهجومي اسينسيو ايسكو وسيلفا ودييغو كوستا كمهاجم صريح في تشكيلة المدرب فرناندو هيرو. بالنسبة للمنتخب الروسي، أكينيفيف في حراسة المرمى، فرنانديز وكوتوبوف وإنياتشيف رقم 4 وكوراتشوف رقم 13 وزيريخوف هذوما رباعي الدفاع، أمامهم أو خماسي الدفاع بتشكيل 5-3-2، أمامهم الثلاثي كوزايف وزوبنين وسيميدوف، أمامهم ثنائي الهجوم جوبا وغولودفين. هذه تشكيلة المنتخب الروسي تقريبا، ملعبية المنتخب الروسي تقريبا مغمورين. في المقابل نجوم المنتخب الإسباني، نجوم لاروخا. اليوم المنتخب الإسباني يخير المدرب أنه يخلي نيستا على دكة الاحتياط، ما نلقاوش نيستا ضمن تشكيلة أساسية. المنتخب الإسباني خلينا ما نساوش راهو زاد كذلك أنه نعرفوا ناس كل اللي المدرب هذا يعتبر مدرب جديد على المنتخب الإسباني بعد ما تم إقالة المدرب الفريق. تعرف ما نجموش نحكيه على طريقة لعب مدرب جديد لأنه فترة قصيرة برشا. منتخب الإسباني نعرفوه معناها طريقة لعبه الأربعة ثلاثة ثلاثة يعول برشا على كل الهجمة المنسقة، على امتلاك الكرة، يحاول أنه يمتلك الكرة معنا أكبر نسبة متاع امتلاك كرة باش يضيع شوي المنافس، يخليه في يضيع له التوازن متاعه ويبحث عن المساحات ومعناتها لإحداث الفارق. هنا المنتخب الإسباني شاهدناه في الدور الأول، ما شاهدناش منتخب إسباني كبير به. لي برونوستيك نتاعك هو لا محاله صعيب. اعطيني سكور اكزاكت، خلينا نمشيو للدرني ماتش. بون فما شي تماركاو شي سجلوا اهداف. انا نشوف انه المنتخب الاسباني 2-1 2-1 لاسبانيا. اسبانيا يعني نقول 4-1 لاسبانيا. 4-1 واش تطلع غلطه، خاطر راني ديما يخوفني البريسيون تاع الببليك، راهو الببليك الروسي راهو نجم يعمل برشا حاجات. مالغري اللي منتخب كيما قلت لك منتخب روسي حسب تقديري الشخصي مستوى متواضع متواضع. باهي، دنمارك كونتر كرواتيا. دنمارك كرواتيا هذا باش يكون الماتش الشوك بالنسبه لليوم. منتخب دنماركي يقود نجم سبيرز كريستيان إيريكسون، هو السلاح الرئيسي للمنتخب لهجوم المنتخب الدنماركي. إيريكسون شفناه جاب بونتو الربح ضد البيرو واسيست نتاع بونتو التعادل ضد أستراليا. خلينا نقول هو تي جي في المنتخب الدنماركي، قطع 36 كيلومتر إلى حد الآن. من هنا القربة معناتها. أي من هنا القربة. شوف المنتخبات عندك ان كان الدنمارك ولا كرواتيا معناها منتخبات يعني جاهزيه بدنيه بالنسبه للمنتخب الكرواتي اللي مدجج بالنجوم يحب يسترجع كما قلنا من الاول الجولوار نتاع عام 98 ترازيم بلاس. كما قلت لك يعني المنتخبين اثنين عندهم جاهزيه بدنيه كبيره. وراهو احببنا ام كرهنا ديما راهو نعود ونحكيو على الجاهزيه البدنيه. راهو انا كي نشوف بالامس منتخب لوراغواي راهو هذايا سيتان اكزومبل اسويفر، يعني كي تشوف لوراغواي كيما قلت لك 10 في الدفاع و10 في الهجوم، هذا راهو مش سهل، هذا يتطلب راهو امكانيات بدنيه كبيره، وهذوما راهم منتخبات بدنيا من اعلى طراز زوز. ومع المفاجاه الساره هي منتخب كرواتيا رغم انه مدجج نشوف منتخب الكرواتي سكور
هدفين لواحد. هذا نفس كرواتيا زوز واحد، كرواتيا هدفين انا نقول كرواتيا 3-1 وماش عندي برشا وقت. نفس البرنامج ما 3 جات بحذايا نزيها ناصري باش تعطيكم موجز ما 3 للاخبار بعدها زينوبا اللي جاوا تكتلوا عليا خليني نقول باش في لما وقول دونك ميرسي بوكو تو الموند. ميرسي حميده، ميرسي حميده المناري في الفيسبوك لايف، حبوبه شمنقي في الاخراج، هذا اشرف ستيري من ورا الميكرو. باي باي.